هاي كيفكم؟ بسنة 95 نزل فيلم وأنا شخصيا لما حضرته ما صدقت إنه هذا الفيلم معمول من كتاب لجين أوستن لأني كتير كرهته. وطلع كلامي صح، لما قرأت الكتاب وحضرت نسخة كتير أجدد للقصة نفسها عرفت إنه هذاك الفيلم ما إله دخل أبدا بالقصة الأصلية. هذا الكتاب هو مانسفيلد بارك لجين أوستن. مانسفيلد بارك بدور حوالين فيلا بالريف اسمها هيك مانسفيلد بارك. بتحكي عن العيلة اللي جوا هذا البيت. اللي بيصير انه هون البطلة تبعتنا مختلفة عن باقي بنات اوستن. شيز نات من عيلة مرتبة نوعا ما او عيلة بتحب بعض او اي شيء، لا هي بتكون بنت من عيلة كتير فيها اولاد، فامها بتروح بتبعتها عند اختها الغنية تعيش مع اولادها وعيلتها، بتعيش عندهم زي كأنها وصيفة للعيلة، يعني نوعا ما زي الخادمة، لانهم كتير فقراء واختها كتير غنية وزوج اختها يعني كتير غني ومقتدر ماليا. هاي البنت اسمها فاني برايس. فاني برايس يمكن نقدر نحكي انها اكثر بنت هيك طيبة كتير وكتير هيك مطيعة بقصص اوستن. اللي بيصير انه فاني لما تروح على هذا المكان اللي اسمه مانسفيلد بارك من اولاد عمتها الاربعة بيكون في واحد اسمه ادموند، بتروح هي كتير بتحبه من هم وصغار، بس ادموند عمره ما بيشوف فاني انها حلوة او مميزة لأنها بتكون يعني الفقيرة بالعيلة، البنت البسيطة، البنت اللي كل حدا بتجاهلها، وبيكون هو أحلامه أكبر من هيك. هلأ في قانون في بريطانيا، الأخ الكبير بيورث ورثة أبوه، الأخ الثاني لازم يلاقي عمل، فهو بيكون حابب يشتغل إنه بالبارش يعني زي بالكنيسة تبعت المنطقة. هذا بيعتبر إنه بهذاك الوقت هذا إشي كتير منيح بدل ما يكون عسكري مثلا، هذه كانت الأوبشنز. أخوي الكبير بيكون شاب كتير طايش، وخواته التنتين واحدة منهم كتير بتغار من أختها والتانية حلوة كتير ومستكتر جمالها على الجميع basically. اللي بيصير إنه في أحد المرات أبوهم بيكون رجل كتير شديد، بيروح أبوهم بيغيب بيكون عنده سبب يسافر، وأمهم بتكون مرة كتير هادية ومتباعدة، يعني أهم إشي هي ترتاح وتنام وكلابها وهيك أشياء. هاي هي الفترة، هذا هو الصيف اللي رح يغير حياة هدول العيلة، يعني اللي هم الأربع أخوان فاني، ورح يجي أخ وأخت تانيين، هدول هم رح يكونوا السبب الرئيسي إنه الأشياء رح تتكركب في العيلة. اللي بيصير إنه هاي البنت اللي بتيجي مع أخوها رح يصير إدموند اللي هو الفاني بتحبه يحبها كتير. الحدا الوحيد اللي بيعرف إنه فاني بتحب إدموند اللي بضحك هي خالتها، هي بتعرف إنه فاني بتحبه من هو وصغير. المهم بتصير احداث كتير في القصة كتير حلوة، بصراحة مش جايبة احرق لكم الاشياء هلا بهاي الكتب لانه بحس نهايتها معروفة او انها كلاسيك، بس بيسكلي الصفية كتير بتدور احداث، مثلا زي مثلا اخت بتتجوز واحد بس بتخون زوجها لانه مش حلو، فيها مثلا الناس اللي بحبوا يلعبوا بمشاعر الناس ثانيين، فيها مثلا بورجوك انه مثلا الانسان اللي مرات بتستقله كتير هو الوحيد اللي بوقف معك بالصعاب. هذا هو اللي بصير، انه بمر هاي العيلة بعد هاي الفترة بصعاب خرافية، الوحيدة اللي بتوقف وبتعتني في العيلة كلها هي فاني، فكل العيلة بتصير انه زي تمتن لها كتير. فالاب بيحكي جملة انا كتير بحبها لفاني، بقولها اني انا ربيت بناتي يكونوا سيدات مرموقات ومؤدبات، بس انا ما نجحت اربيهم ان يكونوا بنات طيبين، ربيتهم بس يتصرفوا بإنهم يكون عندهم كلاس بس ما بيعرفوا يكونوا ناس مناح من جوا. عكسك انتي، يعني انتي يمكن ما عندك كتير كلاس بس انتي كتير بنت طيبة. نهاية القصة فاني رح تاخد الشاب اللي بتحبه بعد شوية معنا، and it's lovely, it's one of my favorites actually. لما ادموند يكتشف انه actually هو طول حياته بيحب فاني بس عمره ما انتبه انه قد ايه بيحبها. ف this book is for you اذا بتحبوا هاي القصص، و بحسها نوعا ما زي قصة شوي هيك زي ساندريلا. It's lovely.